التواجد ديالو مع المنتخب المغربي الاول. والهدف الاول، والهدف الاول صالح نادي دينا القنيطري عن طريق اللاعب عثمان الحكوي. الفريق الحكوي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقه الثامنه من هذه المقابله. عمل كيتمكن من افتتاح التسجيل في هذه المقابله في مباراة يوم امس اللي انتهت امام منتخب برنامج فوز المنتخب المغربي وتسديدة. كما قلنا قبل قليل يعني سفيان الحليوي كيسجل الهدف الثاني لصالح دينا القنيطري في الدقيقة العاشرة من هذه المقابلة. كنشوفوا يعني نشوفوا الإعادة ديال المقابلة، كنطلبوا من مخرج المقابلة يعني ضغط متقدم، ضغط متقدم في العارضة، في العارضة، في العارضة من لاعبي دينا القنيطري عند سفيان الحليوي كيسدد في العارضة مرة أخرى. مباراة مثيرة، مباراة مثيرة وانطلاقة قوية من لاعبي دينا القنيطري. العارضة الأولى عن طريق اللاعب عثمان الهكري، العارضة الثانية عن طريق سفيان الحليوي. كما قلنا الهدف المبكر كنعملوا بالإمكانيات ديالنا، كرة عند سفيان الحليوي كيبحث على التسديد، كيسدد، كيسدد الهدف. الهدف الثالث في هذه المقابلة في الدقيقة 15، الدقيقة 15 من المقابلة سفيان الحليوي كيتمكن من إضافة الهدف الثالث لصالح دينا القنيطري. كيضيف الهدف الشخصي الثاني والثالث لصالح دينا القنيطري بتسع اهداف، سجله قويه. والهدف، والهدف عن طريق اللاعب عثمان الهكري، عثمان الهكري كيسجل الهدف الشخصي الثاني في الدقيقه 17 من المقابله. عثمان الهكري كيسجل الهدف عند العميد فريق محمد محياوي، كيبحث على التسديد وكيسجل الهدف الاول، الهدف الاول في هذه المقابله لصالح نادي زكاة اليمامه عن طريق اللاعب عبد الاله. عبد الاله كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لصالح زكاة اليمامة في الدقيقه 17 من المقابله. هو نادي الرياض اولى ديربي لافيلوطو ودينامو القنيطري، تسديده قويه. والهدف، تسديده قويه يعني ما تسديده قويه من لاعب نادي زكاة اليمامة، اللاعب مجمع الدحماني. ما كاينش تركيز من الحارس او دفاع نادي دينا، وبالتالي هدف جميل، هدف جميل من ضربه خطا مباشره لصالح زكاة اليمامة وجده اللي كيسجل حشحاش. كيحاول التمرير، كيسدد عثمان الهكري عند ايوب حشحاش، وتصدي جميل، كره ملعوبه بطريقه رائعه ما بين ايوب حشحاش وعثمان الهكري، لكن الحارس دحان بقاسم كيتصدى ليها في المكان المناسب. لعبه جميله يعني الدقيقه 22 من المقابله. الشوط الزراوي كيحاول المراوغ سفيان الحليوي، غيسدد، غيسدد الهدف، غيسدد الهدف الهاتريك. سفيان الحليوي كيسجل الهاتريك في هذه المقابله يعني الدقيقه 25 من المقابله. نادي دينامو، عفوا نادي دينا القنيطري كيتقدم بخمسه اهداف مقابل هدفين على حساب زكاة اليمامة. كاين تدخل ناجح عند سفيان الحليوي، سفيان الحليوي، سفيان الحليوي غيسدد، غيسدد الهدف الرابع. سفيان الحليوي كيسجل أربعة أهداف، سوبر هاتريك، سوبر هاتريك في هذه المقابلة للاعب سفيان الحليوي. الدقيقة 27 من المقابلة سفيان الحليوي كيسجل الهدف السادس لصالح دينا القنيطري والهدف الشخصي الرابع. يعني يدوز يومين يعني هدفين، وسفيان الحليوي سجل أربعة أهداف مقطوعة من عميد فريق رشيد الزراوي كيحاول ينقلها، كيسددها. والهدف، والهدف السابع لصالح دينا القنيطري عن طريق عميد الفريق رشيد الزراوي. فيستيفال، فيستيفال يعني مهرجان اهداف هنا فوق ارضيه قاعه وحده. كما قلنا دينا القنيطري مسجل الهدف الاول، ما تراجعش، ما بحث عن الاكتفاء بذلك الهدف، بحث عن اضافه مزيد من الماضي. الموسم الماضي كان في القسم الاول محاوله عن طريق محمد الصديقي عند عثمان. تمريرة جميلة من الصديقي وهدف جميل عن طريق اللاعب عبد الصمد فضلة في الدقيقة 12 من المقابلة. عبد الصمد فضلة كيسجل الهدف الشخصي الأول، ثمانية أهداف مقابل هدفين لصالح دينا القنيطري. الدقيقة 13 من المقابلة تقدم دينا بثمانية أهداف مقابل هدفين فقط لزكاة أيما وجدة. ماشي سهلة. مرور أيوب حشحاش، أيوب حشحاش والهدف الأول. اخيرا، اخيرا ايوب حشحاش كيتمكن من تسجيل الهدف الاول ديالو. المباراه الماضيه كان مستوى جميل، والمباراه الحالية كان مستوى جميل وكيتمكن من تسجيل الهدف الاول ديالو. ايوب حشحاش تسعه اهداف مقابل هدفين لصالح دينا القنيطري، اللي تمكن من تحقيق الحلم ديالو في التواجد في خط المنتخب المغربي. كره عند عثمان الهكري، والهدف، والهدف يعني العاشر، 10 ديال الاهداف، 10 ديال الاهداف في هذه المقابله. الهدف رقم 10 كيسجلو لاعب المنتخب الاولمبي المغربي
حسام عبداوي 10 اهداف مقابل هدفين، يعني حوالي الدقيقه 17 دقيقه وبعد الفوز يعني زيني هدف الثالث في هذه اللحظات. زق امام كيسجل الهدف الثالث عن طريق اللاعب امين ماجد كيسجل في الدقيقه 18 الهدف الثالث لصالح زق امام وجده، وتقدم دائما دين القنطري ب 10 اهداف مقابل 3. يعني في هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهايه المقابله بفوز نادي دينا القنيطري ب 10 اهداف مقابل 3 على حساب زقه اليمامه وجده. فقنا كان معكم المدي القشيني ونضرب بكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التالق ماشي جاب السهل، كانت متابره بونطريم ضروري ديما حاضره خاصه تكون. الحمد لله على كل حال ضروري، حنايا عندنا اوبجيكتيف ان شاء الله هي الفرقه اللي خاصها تطلع، فهمتيني خويا؟ خاص الدراري يزيدوا يشتغلوا، واخا النتيجه هذه زعما تنقولوا كبيره ولكن مازال المسيره طويله امامي، واخا دابا المجموعه هذه الجوله الثالثه ولكن مازال المسيره طويله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتنشكركم على هاد البادره الطيبه اللي قمتوا بها بهذا التسجيل هذا ديال المباريات، مشكورين بزاف. واولا تحيه للدراري اللي تقوموا بهذا المجهود وتعاونونا باش نسجلوا الاهداف ديالنا، وماشي هادشي جاي من لي زونطريمون ديال سي دريس وديال الطاقم التقني وديال اللعابه كاملين ايكيب كامله. الحمد لله تاثرنا الفوز بهذه المباراه، و لوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله هو الطلوع، وان شاء الله كاين شي حاجه ان شاء الله القدام وما يكون الخير ان شاء الله. وتنشكركم بزاف. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر بعدا اولا قناه الفجر اللي كتساهم في الصعود ديال هذا الفوتسال وكتكبر به. المهم هاد الماتشات اللي دازوا الحمد لله حنا كنخدموا ماتش بار ماتش، وصراحه هاد الدراري تيساعدونا ولا بالي لونطريمون اللي كنديروا لا مع الخدمه لا مع لونطرينور ديالنا السي ايمن لا سي دريس كيعطينا حصص كنخدموا فيهم وكنحاولوا نزيدوا شويه بشويه. والحمد لله كاين ان شاء الله اوبجيكتيف لاننا باغي نحققوا الحلم ديالنا اللي هو الصعود ان شاء الله للقسم الاول المكانه الحقيقيه ديال دينا، وان شاء الله كاين الخير من القدام. وكنشكر الفريق ديالنا كاملين والدراري اللي كيساعدوني وكيشجعوني، وخا تيكونوا ديفوط ولا تيكونوا هادي ولكن الحمد لله تنساو هذيك المرحله اللي دازت يعني ديك البيوت اللي تيكونوا كيتماركاو، وكنحاولوا نزيدوا القدام خطوه خطوه، وان شاء الله راه مازال خير منا القدام.